السلام عليكم، أهلا بيكم في كوشي جانا. النهاردة هنعمل مع بعض غطا لبنزين السيارة أو كفر بغرزة جديدة وجميلة، وهي غرزة الصدفة المغلقة، وإن شاء الله تعجبكم. نبدأ بسم الله. أول حاجة في دوكسيون السيارة إحنا بنقيس بالمزورة بتاعتنا أو بالمتر بتاعنا، بنقيس المحيط بتاعه. فأنا قست المحيط بتاعه لقيته 121 سنتيمتر، وبعد كده قست العرض بتاعه، لفيت المزورة بتاعتي من هنا لحد الناحية التانية فلقيته 9 سنتيمتر. يبقى أنا عرفت المقاسات بتاعتي. بعد كده بطبق المقاسات ديت على الشغل بتاعي، وهنشوف هنطبقها ازاي. هنبتدي الشغل بتاعنا بالسلسلة. هنعمل سلسلة، بس لازم السلسلة بتاعتنا تبقى من مضاعفات العدد 6. 1 2 3 4 5 6. تاني 1 2 3 4 5 6. هنقعد نزود 6 لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، اللي هو 121 سنتيمتر، ونرجع تاني عشان نشوف هنعمل ايه. كده خلصت الطول بتاع السلسلة بتاعتي، طلع عندي 120 سلسلة. طبعا ده حسب برضو سمك الخيط، كل ما يبقى الخيط سميك بيبقى عدد السلاسل قليل، ممكن انت يطلع اكتر من كده وممكن يطلع اقل من كده تبع سمك الخيط. بعد كده بعد ما خلصت السلاسل بتاعتي مضاعفات الى عدد 6، باجي في الاخر بعمل 2 سلسلة. 1 2، وهفوت السلسلة اللي انا فيها دي وفي التانية اللي انا خدتها، لان انا خدت 2 سلسلة، الاولى بفوتها التانية بدخل فيها وباخد حشو. وبعد كده بفوت 2 سلسلة، 1 2، وفي التالتة باخد 5 عمود بلاد. وبعد كده بفوت 2 سلسلة، 1 2، وفي التالتة باخد حشو. بقيت عندي كده، ودي أول صدفة. بعد كده بفوت 2 سلسلة وباخد 5 عمود بلاد. وبعد كده بفوت 2 سلسلة، 1 2، وفي التالتة باخد حشو. يبقى أنا همشي بالنمط ده، أفوت 2 سلسلة وآخد 5 عمود، أفوت 2 سلسلة وآخد حشو، لحد ما ننتهي للنهاية. ونيجي في النهاية نقول في آخر السطر هنبدأ السطر الجديد إزاي. كده أنا وصلت لنهاية السطر بالشكل ده. نيجي أعد 1 2، وفي التالتة آخد حشو.
بعد كده بسحب الكيس التاني بالشكل ده عشان ادخله. طبعا انت زي ما تحبي، عايزة بلونين بأكتر من لونين بلون واحد زي ما تحبي. واخد اتنين سلسلة واضيع الشغل واخد بداية الخيط معايا عشان اثبته، وفي نفس الجفزة اللي ارتفعت منها اللي هي دي باخد اتنين عمود. بعد كده بفوت أول جفزة، تاني جفزة، التالتة بشتغل فيها حشو. بعد كده بفوت اتنين جفزة وبشتغل في التالتة 5 عمود بلف. بعد كده بفوت اتنين وفي التالتة باخد حشو. وبفوت اتنين وبشتغل 5 عمود بلف. يبقى انا همشي بالنمط ده. في البداية بدأت باتنين عمود في نفس الجفزة اللي ارتفعت منها، وبعد كده فوت اتنين وخدت واحدة حشو، وبعدين فوت اتنين وخدت 5 عمود بلفة، وبعدين فوت اتنين وحشو واتنين واخد 5 عمود بلفة لحد ما انتهي من السطر ده، وارجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل ازاي. خلصت السطر ده وبالنهاية بعد كده بعد 1 2 وفي التالتة باخد 3 عمود بلفة زي ما بدأنا السطر. 1 2 3. بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبضيق الشو، وفي أول جبزة عندي هنا في نفس جبزة الارتفاع باخد حشو. بعد كده بفوت 1 2 وفي التالتة باخد 5 عمود بلف. 1 2 3. أربعة. بعد كده بعد 1 2 وفي التالتة باخد حشو، وبمشي بنفس النمط ده. بعد 1 2 وفي التالتة 5 عمود بلفة، 1 2 وفي التالتة باخد حشو لحد نهاية السطر. يبقى أنا عندي السطر الأولاني كنت بدأ بجبزة حشو، السطر التاني بدأت ب3 عمود، السطر التالت ببقى تاني أبدأ بجوزة حشو، يبقى الرابع هبدأه ب3 عمود نفس السطر التاني. يبقى أنا اللون البرتقالي هعمله بدايته هتبقى 3 عمود بلف. يبقى احنا هنمشي كده، سطر بدايته جوزة حشو، سطر بدايته 3 عمود بلفة، سطر بدايته جوزة حشو، سطر بدايته 3 عمود بلفة، لحد ما نخلص العرض بتاع الغطا بتاع الدريكسيون ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. انا كده خلصت الكفر بتاع دريكسيون السيارة. ده العرض المطلوب وده الطول المطلوب. هجيب اخر غرزة كده وهاخد سلسلة، وبعد كده هيجيب الطرف التاني بتاع الشوك بدايته وحطه كده بحيث انهم يبقوا على بعض بالشكل ده عشان اكون الدايرة بتاعت الدريكسيون. بعد كده هقفل بالشكل ده، هوسع الغرزة بالشكل ده
واروح الناحية التانية وادخل بالإبرة. مصحف بعد كده هقفلها بمنزلة بحشو وبزة حشو. هدخل هنا واطلع من الناحية التانية واخد حشو تاني واطلع واخد حشو. يبقى كل عمود من العمدان ديت انا هاخد فيها اتنين وبزة حشو. وبشتغل كده لحد ما اقفل خالص الكفر من الناحية دي، وببقى لكم تاني عشان نشوف الخطوة الجاية ايه. انا كده قفلت بجوز الحشو، بقى عندي الاطار بتاع او الكفر بتاع البيكسيون بالشكل ده. بعد كده اخر حاجة باخدها سلسلة عشان اثبت الشغل، وبسحب الخيط كده. وبعد كده بضيق الشغل على الناحية التانية، بقلبه عشان هبدأ اشتغل على الوش. انت كده ممكن تركبيه، ممكن تعمليله برواز للشغل زي ما انا هعمل. هاجي في كل غرزة من الغرز ديت اخد غرزة حشو. بالشكل ده يبقى انا هاخد غرزة حشو لحد ما اخلص الدايرة بتاعت الديبكسيون كلها، اللي هي معمولة باللون النبيتي أو اللون الجامعي. فأنا هعملها كلها بالبرتقالي لحد ما أخلصها، ونرجع تاني عشان نشوف الناحية التانية هنعملها ازاي. أنا كده خلصت الناحية ديت كلها بالبرتقالي كده بالشكل ده، بقيت عندي كده. هاجي الناحية التانية الجهة دي عشان ابوظها هي كمان. اجي من ناحية الخياطة، ابتدي من عند الخياطة اللي هي في المنتصف، ابتدي كده وادخل في الغرزة بشد الخيط واخد منزلقة. وبعد كده بكل غرزة من الغرز دي هاخد غرزة حشو. واخد خيط البداية معايا عشان انضف الخيط ويبقى الشغل مفهوش كروت. بعد كده في كل غرزة من الغرز دي باخد غرزة وهركب كده لحد ما اخلص الاطار كله بالشكل ده، وارجع لكم تاني عشان نركب الاطار في الدبكسيون السيارة ونشوف هنركبه ازاي. كده انا خلصت الكفر بتاع الديركسيون، هبدأ هنا اثبته. لبسته للديركسيون الاول وبإبرة التنظيف او بإبرة عادية، شبكت فيها الخيط اللي انا كنت مبقيه. بعد كده هدخل من الناحية دي واطلع من الناحية التانية، وبالعكس ادخل من الناحية التانية واطلع من الناحية دي لحد ما اثبته كله وخياطه كله على الديركسيون. وبكده نكون انتهينا
وده شكل الكفر النهائي. يارب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.